قالوا الإسلام ما كان. والله جيب الرسالة الثانية وثيقة رقم 5 الصفحة رقم 134 135. ده محمود محمد طه ده قال ما كافر ما كافر قال. طيب الزول لو دارك فرع ما شنو؟ الباب السادس الرسالة الثانية صفحة 134 قال وقد ظن كثير من الناس أن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تعني أن الإسلام كمل عند الناس وانتهى إلى قمة كلام كماله يومئذ. وهؤلاء حين يقرؤون قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن قد تم وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي. رأيكم شنو يا ناس؟ ديل عندهم القرآن بيزيد ويتطور القرآن والسنة والشريعة وده كذب وباطل، لأن ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال ما في شيء أبعد من الصواب من الرأي ده. ده ما رأي، ده كلام الله. الله اداك رأي يعني انت ترد وتاخده زي ما داير؟ ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وشنو ورضيت لكم الإسلام دينا. عشان كده اليهود يا جمهوري انت شايته وين ذاته؟ انت مع من ذاته؟ كده اقف معهم عشان نعرفك. اليهود عارفين انه الدين ده كمل. جل عمر بن الخطاب في البخاري قالوا يا امير المؤمنين ان عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم. قال والله اني لاعلم اين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة في يوم عرفة وذلك يوم الجمع، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا كمل الدين وأتم النعمة، بل جاء في كتب اليهود في التوراة كما جاء في حديث البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها الرسول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. عرفته؟ ده الدين كمل كمل. طيب